بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. النهارده شباب هنتكلم على المحاضرة رقم 4 اللي بتتكلم على الثوراسيك سباين بوشرال ديفورميتيز. احنا كنا قبل كده اتكلمنا على الديفورميتي اللي ممكن تكون بتحصل في الثوراسيك سباين اللي هي كانت الكيفوزيس. النهارده هنتكلم على السكيليوزيس ودي ديفورميتيز ثانية بتحصل في الثوراسيك سباين. طيب النهارده السكيليوزيس هنقسمها على محاضرتين. المحاضرة الأولانية هتكون بتتكلم على التايبس والديفينيشنز بتاعت السكيليوزيس وازاي اقدر اشخصه وازاي اقدر اعرف اوصفه واعرف اعمل له ديفينيشنز، والمحاضره الثانيه هتبقى بتتكلم على التريتمنت ان شاء الله. لو جينا اتكلمنا النهارده ونيجي نقول يعني ايه سكيليوزيس. سكيليوزيس ده عباره عن ابنورمال كيرف. طيب يعني ايه ان في يعني في نورمال كيرف موجود في الثوراسيك سباين. النورمال كيرف بتاع الثوراسيك سباين بيكون اخد شكل كيفوتيك كيرف عكس السيرفايكل عكس اللمبر. السيرفايكل واللمبر بيكون اخد شكل اللوردوتيك كيرف. انا هنا الشكل هنا والديفورميتي اللي بتحصل ما بتحصلش في الساجيتال بلين زي ما بيحصل عندي في شكل اللوردوز او شكل كيفوزس، لا ده شكل بيحصل في الكورونال او في الفرونتال بلين. كورونال فرونتال بلين اللي احنا نفتكر في البايوميكانكس ده كان اللي هو اللي بيحصل فيه الابداكشن والابداكشن، يعني انحناء جانبيه بتحصل في الكيرف بتحصل في الثوراسيك سباين او بتحصل في اللمبر سباين او بتحصل في الاثنين. يبقى معنى كده ان الثوراسيك ده مش ان السكليوزس ده مش قاصر بس على الثوراسيك سباين، لا ده ممكن كمان يجي لي في اللمبر سباين. ممكن اقدر اقول ان انا ممكن اللمبر سباين يحصل له سكليوزس او ممكن الثوراسيك سباين يحصل له سكليوزس او ممكن الاثنين يحصل لهم سكليوزس زي ما احنا شايفين هنا في الصوره. ان انا عندي هنا ده هنا نقدر نقول ان في سكيوزس حصل في الثوراسيك سباين وعندي هنا سكيوزس حصل في اللمبر سباين. هنا عندي دبل ولسه هنتكلم عليه يعني ايه دبل، وهنا في الثوراك اللمبر جانكشن بتوين الثوراسيك اند اللمبر. النقطه المهمه اللي عايزك تركز عليها هنا قوي ان السكيوز ده عباره عن 3 دايمنشنال ديفورميتي. يعني ايه 3 دايمنشنال ديفورميتي؟ اللي احنا قلناه من شويه ده ان السكيوز عباره عن abnormal كيرف بيحصل في الفرونتال او في الكورونال برين، انحناء جانبيه بتحصل في الثوراسيك سباين او في اللمبر سباين، ده امر يمكن تقريبا معظمكم عارفينه. انما الحاجه اللي احنا عايزين نركز عليها وانت بتتكلم على السكيليوزس لازم تبص عليها على اساس ان هو ديفورمتي ثوراسي الابعاد. يعني انا ممكن الديفورمتي دي يحصل في الفرونتال او الكورونال برين اوكي كسكيليوزس، وممكن يكون كومبايند كمان ب vertebral rotation ان الفيرتيري تبتدي يحصل لها روتيشن في الترانسفيرس بلين، ممكن كمان ادخل في كمان في كيفوز في الساجيتال بلين. يبقى انا اذا ممكن يكون الديفورميتي تحصل في الفرونتال بلين ويجي لي سكيليوزس وكومبايند كمان يجي في الترانسفيرس بلين ويحصل لي روتيشن للفيرتيبري، وممكن كمان على الساجيتال بلين يحصل لي كيفوزس. يبقى اذا لما اجي اوصف السكيليوزس لازم اتكلم ان هو عباره عن 3 دايمنشنال ديفورميتي، يعني هو مش ديفورميتي واحده بتحصل في الفرونتال بلين بس، لا ده ممكن يكون معايا كمان كيفوزس وممكن يكون معايا روتيشن يحصل الديفورميتي دي. لو جيت بصيت على الثوراسيك سباين او اللمبر سباين بوستيريورلي هلاقي ان الثوراسيك واللمبر سباين كلهم قاعدين شكل فيرتيكال. لو انا حسيت ان في اي انحناء يبقى انا كده دخلت في حاجه اسمها سكيليوزس. هشوف المنظر قدامي هشوفه يا اما حرف سي زي ما انتم شايفين كده هنا حرف سي، او اشوفه في شكل حرف الاس. اوكي ايه الفرق ما بين الحرف السي والحرف الاس؟ السي ده غالبا بيكون اخد التوتال اللينس كله بتاع الثوراسيك واللمبر كيرف، بيبقى انكومبنسيتد. يعني ايه انكومبنسيتد؟ يعني انا اخدت الشكل الكيرف اتاخد بالمنظر ده ما حصلوش كومبنسيشن، وبالتالي التو شولدرز ما بيبقوش اخدين نفس الليفل. يعني بيكون عندي في شولدر اعلى من شولدر في الناحيه الثانيه، وبالتالي بيبقى انكومبنسيتد كيرف نتيجه ان هو سي. اما الاس بقى بيكون عندي تو كيرفز او تو انحنيين، في كومن في ميجور كيرف وفي كومبنسيتد كيرف. يعني لو انا جيت قلت ان ده حرف الاس يبقى انا اقول انه اقدر اقول ان الميجور كيرف عندي هنا كان حصل في الثوراسيك وحصل له كومبنسيشن في اللمبر، وبالتالي بقى عندي حرف الاس او اس سكيليوزس تو كيرف، ميجور كيرف حصل في الثوراسيك ومينور كيرف حصل في اللمبر، حصل له كومبنسيشن. انما هنا ما حصلش كومبنسيشن في لا السيرفايكال ولا اللمبر، وبالتالي ده بنقول ان هو السي والاس الفرق ما بينهم بعض ان دول الاثنين مع بعض ان السي ما هوش انكومبنسيتد، وبالتالي بيخلي التو شولدرز ما هموش على نفس الليفل، انما الثاني كومبنسيتد بكيرف ثاني بدا يحصل له انحناءه ثانيه وبالتالي اخذ حرف الاس مش حرف السي.
طيب يبقى الابنورماليتيز دي، اما اجي اتكلم على الابنورماليتيز اللي حصلت لي دي، سواء حرف الاس او حرف السي او وات ايفر، او الانحناء الجانبيه، او سواء هي اخذت روتيشن ولا ما خدتش، او سواء هي اخذت هيبنوسس معايا ولا ما خدتش، كل الكلام ده هيسيب لي اثر ان هيبقى عندي حاجه اسمها كونفكس كيرف، وهيبقى عندي كونكيف كيرف. يعني في حاجه محدبه وحاجه مقعره. الجزء المحدب اللي هو الجزء الكونكيف غالبا الماسلز اللي عليه هتبقى لينسنت، هتبقى مشدوده. اوكي، اما الجزء اللي هو المقعر اللي هو الجزء الكونكيف، المصلز اللي تبقى فيه شورتنج. وزي ما احنا متفقين دايما واحنا بنتكلم في الكورس بتاعنا، ففي عندي دايما في مصل فيها لينسنج وفي مصل فيها شورتنج. اوكي طيب، الكيرف ده عشان اسميه لازم اسميه اكوردنج تو الابكس. يعني ايه الابكس؟ يعني اعلى حته موجوده في الكيرف موجوده فين؟ في انهي منطقه؟ في الثراسك ولا في اللمبر ولا موجوده فين؟ وفي نفس الوقت انهي الجزء الكونكيف؟ ده الوضع اللي انا بسمي فيه، اقدر اسمي فيه السكليوز. وانا بشخص الحاله ما اقولش سكليوزس وخلاص، لازم اقول السكليوزس ده حصل فين. فلو جيت لك كده وقلت لك ان انا عندي حاله رايت ثوراسيك كيرف سكليوزس، اوكي، ده معناه ان الابكس بتاع الكيرف او الابكس بتاع الانحناءه نفسها اللي حصلت حاصله في الثوراسيك سباين، والجزء الكونفكس سايد في الجزء الرايت سايد. اوكي، يبقى اذا الكونفكس سايد هيكون ناحيه الرايت والجزء الكونكيف هيكون ناحيه الليفت. يبقى اذا وانا باجي اسمي السكليوزس بسميه على حسب الابكس، اكتر حته كانت موجوده في انهي جزء من السباين، وفي نفس الوقت اكتر جزء كان موجود الجزء الكونفكس انهو في جزء الكونفكس سواء رايت او ليفت. فانا لو لقيته رايت يبقى هسميه رايت سكليوزس، لو لقيت الجزء الكونفكس ليفت هسميه ليفت سكليوزس. امال لو طب لو طلع دبل كيرف اللي هو الاس كيرف، يبقى لازم اسمي تو كيرف، يبقى لازم اسمي الثوراسيك لوحده واسمي اللمبر لوحده. يعني اقدر اقول ان انا عندي رايت ثوراسيك كيرف وعندي ليفت لمبر كيرف. اوكي طيب، التايبس بتاعت السكليوزس، عندي تايبس بتاعت السكليوزس. عندي اول تايب بالنسبه لي بسميه فانكشنال سكليوزس. الفانكشنال سكليوزس ده ليه اسم تاني اسمه دايناميك. من خلال اسمه ومن خلال الشكل بتاعه من اول اقول لك ان ده فانكشنال، معنى كده ان هو فانكشنال، معنى ده ان هو نتيجه هابت، نتيجه حاجه مش مظبوطه، مش نتيجه باثولوجي معين، مش نتيجه استراكشرز حصل لها تشينجز في الاستراكشر في الفيرتيبرا نفسها، مش نتيجه ديفورميتي حصلت في الفيرتيبرا نفسها بدا شكلها يختلف، مش نتيجه اي باثولوجي حصل في الليجمنتس او في المصل، لا ده حاجه فانكشنال سكليوزس. وبالتالي بسميه بقول ان هو الدايناميك. كلمة دايناميك معناها ان هي ريفرسبل، يعني اقدر اغيره، اقدر اعدله، يقدر يتعدل بشكل او باخر. وفي نفس الوقت بقدر اقول عليه ان هو نون ستراكشرال سكليوزس. اوكي، نون ستراكشرال سكليوزس. اوكي، يبقى ما اجي اتكلم عن فانكشنال سكليوزس بقول ان هو ما فيش عندي ستراكشرال تشينجز حاصله في الفيرتبري، ما فيش عندي باثولوجي حاصل في الليجمنتس او في المسلز بتاعتي، وبالتالي اقدر ان انا اعدل الوضع ده يبقى ريفرسبل لاترال كيرفيتشر. اقدر اعدله ان انا اعمل فورورد بيندنج او اعمل لاترال سايد بيندنج، او ممكن بيشن هو نايم سوباين او ممكن هو نايم برون، اقدر اعدل البوزيشن ده. بس هل معنى كده ان ده لو انا سبته هيفضل زي ما هو كده؟ لا، في فرصه او في احتماليه ان هو يحصل له بروجريس، انه ممكن يوصل ان هو يبقى ستراكشرال سكليوزس مع الوقت. يبقى معنى كده ان انا جات لي حاله فانكشنال سكليوزس دايناميك سكليوزس، ما ينفعش ان انا اسيبها لان هي ممكن ان هي تتحول مع الوقت تبقى structural scoliosis، وقلنا ان هي reversible. اوكي، ايه الكوزز بتاعتها؟ ممكن تكون ايه؟ حد عنده ليج لينسنج سكريبسي نتيجه سبب من الاسباب، حاجه عنده مشكله في الهيب، حد كان عنده فراكشر في النيك شافت اوف فيمر مثلا، عنده فراكشر فما اتعملش العمليه بتاعته بشكل سليم فبقى عنده ليج لينسنج سكريبسي، او وات ايفر ايا كان السبب ايه، وبالتالي بدا يعوض الوضع ده، بدا يحصل له كومبنسيشن على السباين وبدا ياخد الانحناء الجانبيه، يبقى حد عنده سكليوزس هابيتوال، يبقى حد اخد وضع هابت، باد هابت او باد بوشر. زي ما انتم كلكم معظمكم تبقوا قاعدين قعدات غلط، ممكن اكون قاعد متكئ على كامب معين، قاعد بوضع قاعده معينه من الواي فاي يجي لي سكليوزس، او حد عنده سياتيكا. ما دام انا قلت لك سياتيكا يبقى انا كده هيبقى الديفورميتي او هيبقى السكليوزس عندي على الجزء بتاع اللمبر. يعني حد هيبقى عنده سياتيكا، ودي اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، ان حد عنده سياتيكا ده عباره عن انفلاميشن حاصل في الساتيك نيرف نتيجه يونيلاترال سبازم الباك ماسلز او نتيجه ديسك هرنيشن، فبدا يبقى في عندي كومبريشن على الساتيك نيرف، فالعيان ده بدا يبقى عنده بين نتيجه في اللور اكستريميتي في جنب من الاجنبي، يعني سواء الرايت لور اكستريميتي او في الليفت لور اكستريميتي، وبالتالي بدا ياخد وضع يريحه شويه او يبعد عن الالم، عن منطقه الالم، بحيث ان هو يرتاح.
فبدأ العيان ده يمشي بماشية معينة بانحناءة معينة بجنب من الجوانب عشان يبعد عن مناطق الألم اللي هو فيها. يبقى بالتالي لما اجي اتكلم هنا اقول ان العيان ده هيبتدي يعمل له شيفتنج، هيبتدي يعمل شيفتنج لان هو بيدور على اي بوزيشن ان هو يعمل له كومفورت، يبقى كومفورتبل بالنسبه له، ويبقى يقلل له البين، وبالتالي الاريتيشن اللي على السباينال نيرف يبتدي يروح. عاده بيكون الكونفكس سايد بيكون ناحيه السياتيك سايد. يعني ايه كونفكس سايد بيكون ناحيه السياتيك سايد؟ يعني انا دلوقتي انا عندي بين ناحيه زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا كده، البين ده السياتيك نيرف او السياتيكا في الجزء الليفت سايد. فالعيان ده بيعمل ليستنج away from this position او away from sciatic side، وبالتالي بقى convex side هنا والجزء concave بقى في الوضع ده. اوكي، بس هل معنى كده ان ده دائما بيبقى الوضع كده؟ هو كل العيانين بتوع السياتيكا بيعمل ليستنج او بيروح بعيد او بيبعد عن المنطقه اللي فيها السياتيكا؟ لا طبعا، مش ده دايما كده. امال ايه اللي بيحصل ساعات؟ هل ممكن العيان يبتدي يروح ناحيه الجزء اللي فيه سياتيكا؟ اه ممكن. الكلام ده على حسب ايه؟ على حسب الديسك هيرنيشن حاصل ميديال ولا لاترال للسباينال نيرف او للنيرف روت. يعني ايه؟ لو جينا بصينا على الصوره دي دلوقتي هنا بالنسبه لنا، انا ده كده المنظر اللي قدامنا ده هنا، والمنظر اللي قدامنا ده اسمه ديسك هيرنيشن، حصل هيرنيشن في الديسك. اوكي، وده النيرف روت نفسه اللي خارج. لو ايه الفرق ما بين الصوره دي والصوره دي؟ الفرق ما بين الصوره دي والصوره دي ان انا عندي هنا الديسك بروتروجن او هيرنيشن حاصل لاترال للنيرف روت، اما هنا حاصل ميديال للنيرف روت. طب هتفرق؟ اه طبعا هتفرق. لو جيت تخيلت المنظر هنا، وادي الديسك هيرنيشن حاصل لاترال للنيرف روت، لو العيان ده اتجه ناحيه الجزء ده وراح ناحيه الاتجاه ده، هيبتدي يضغط اكتر على النيرف روت، وبالتالي العيان بدا ياخد قرار ان هو يروح بعيد خالص عشان النيرف روت هنا يبتدي يحصل له ريليز ويرتاح من الديسك هيرنيشن اللي هنا. وبالتالي العيان اللي عنده سياتيكا في الجزء الليفت سايد ده اللي انتوا شايفينه ده، فبدا يروح اواي عشان عنده الديسك عنده حاصل في اللاترال للنيرف روت، وبالتالي بدا يروح اواي. اما لو كان حاصل هنا في الجزء اللي هو الميديال للنيرف روت، لو راح اواي، لو راح بعيد بقى، هيضغط اكتر على النيرف روت، وبالتالي العيان ده هيبتدي ياخد الوضع ان هو يبتدي يروح ناحيه جزء السيمتوماتيك او الجزء اللي فيه سياتيكا، بدا يروح ناحيه الجزء اللي فيه سياتيكا عشان يريح شويه، يعمل ريليز للمنطقه دي، وبالتالي المنطقه دي تبتدي ترتاح. يبقى اذا البروتروجن لو حاصل لاترال للنيرف روت هيخلي البيشن ده يعمل ليستنج اواي فروم ذا بينفول لور اكستريميتي، اما لو البروتروجن حاصل ميديال للنيرف روت هيخلي العيان ده يبتدي يعمل ليستنج او يبتدي يروح انحناءه تروح توورد البينفول لور اكستريميتي. يبقى انا الوقت ما ثبتش الفكره بتاعت ان انا اي حد عنده سياتيكا فعنده سياتيكا في الليفت سايد، اه يبقى هو هيروح ناحيه الرايت سايد، يعمل ليستنج ناحيه الرايت سايد، يبقى الكونفكس سايد هيكون ليفت والكونكيف هيكون رايت. لا ما ثبتهاش، اشوف الاول الاشعه بتاعتي واشوف هل الديسك هيرنيشن حاصل ميديال ولا لاترال. لو حاصل ميديال او لاترال بيبتدي، لو هو في الجزء اللاترال ده اه هيروح اواي، انما لو جزء ميديال هيروح ناحيه الجزء اللي هو البينفول لور اكستريميتي او الجزء اللي فيه سياتيكا. طيب النوع الثاني اسمه ستراكشر سكليوزس، من اسمه يبقى ايه؟ في ستراكشر تشينجز حصلت، وبالتالي سميناه ستاتيك. كلمه ستاتيك دي معناها ايه؟ معناها ان هو ايرريفرسبل، يعني هو العيان مش هينفع يغيره، انت مش هينفع تغيره بايدك، مش هينفع تخليه يعمل فورورد بيندنج ويبتدي العيان ده يبتدي الديفورميتي دي تروح. طب هو ايه اللي بيحصل؟ يحصل ان يبتدي الديفورميتي تحصل في او تشينجز تحصل في الفيرتبري، تخلي الفيرتبري دي تبتدي يحصل لها لاترال فليكشن اللي هو الجزء اللي بيحصل في الفرنتال او في الكورونال بلين، وفي نفس الوقت كمان يبتدي يحصل لها روتيشن، وده اللي كنا قلناه من الاول. انا وانا بتكلم على سكليوزس ما اتكلمش على الشوك اللي هو الفانكشنال العادي، السكليوزس العادي اللي هو لاترال فليكشن او الحاجه او الديفورميتي اللي بتحصل في السايد بيندنج او الديفورميتي اللي بتحصل في الكورونال بلين والحقيقه العاديه، لازم افكر في الموضوع ان هو سي دايمنشنال، ان ممكن يبتدي يحصل لي روتيشن، ويبقى انا كده دخلت في ستراكشرال تشينجز حصلت في الفيرتبري، وكده انا بدخل في الكاتيجوري بتاع الاستراكشرال سكليوزس. الاستراكشرال سكليوزس دي في تشينجز حصلت في الفيرتبري غالبا ما تبقاش ديس ابير، يعني السكليوزس ده مش هينفع ان هو العيان ده يعمل حاجه اسمها ادم تيست، ولسه هنجي لها بعد شويه، ان هو يقدر يعمل له كوركشن، وبالتالي اقدر اقول ان هو ايرريفرسبل. اوكي، طب ايه الكلاسيفيكيشن بتاعه الاستراكشر سكليوزس؟ الكلاسيفيكيشن بتاعتنا ممكن تكون كونجينيتال، يعني دي حاجه موجوده اثناء البيرث، ودي بيحصل مال فورميشن للفيرتبري، الفيرتبري حصل لها مال فورميشن، ما تكونتش بشكل سليم،
زي حاجه اسمها هيمي فيرتبري زي ما انتم شايفين الصوره هنا، دي حاجه اسمها هيمي فيرتبري او يونيلاترال بار زي ما انتم شايفين كده، في التصاق كده ما بين البارز وبعضهم ما بين الفيرتبري وبعضهم فعملوا سكليوزس، او بايلاترال بار كده في الناحيتين وبسميها بلوك فيرتبري بقت بلوك. كل ده حاجات بتبقى موجوده اثناء البيرث وتبتدي اسمها كونجينيتال سكليوزس. النوع الثاني اسمه اكوايرد سكليوزس. الاكوايرد سكليوزس ده بيكون ستراكشرال wasn't present at birth، يعني ايه؟ مش موجود اثناء البيرث بس ده نتيجه اكوايرد، يعني ايه؟ حد حصل له فراكشر، حصل له فراكشر في الفيرتبري مثلا وبالتالي الفيرتبري ما عادش اخذ الشكل السليم بتاعها، ما اتعالجش بشكل سليم فاخذ الشكل بتاع سكليوزس. ممكن نقول عليه ممكن نوع ثاني اسمه نيوروماسكولار سكليوزس. النيوروماسكولار سكليوزس ده احنا اتكلمنا ان احنا دايما عندنا ستابلايزرز للسباين زي المسلز اللي هما سراوندد المسلز سراوندد السباينال كولم زي الريكتوس سبايناي والمسلز بتاعتنا بتاعت الباك مسلز. لو في المسلز دي حصل لها انسفيشنسي يعني ما عادتش نفس القوه بتاعتها، ضعيفه ما هياش قادره ان هي تستحمل وتشيل اللود بتاع السباين وتوقف السباين على حيله كده، بالتالي بقدر ان انا ادخل في حاله سكليوزس. الكلام ده بيكون حاصل في حالات السي بي اللي هو السيريبرال بولس اللي هو الشلل الدماغي اللي انت هتاخدوه لسه في سنه خمسه، حاجات اسمها سباينا بيفيدا، ماسكولار ديستروفي، بوليو، الحاجات دي كلها مش هنتطرق لها دلوقتي لان ده مش دورنا دلوقتي. الحاجات كلها ان شاء الله هتاخدوها في الليفل اللي بعد كده ان شاء الله باذن الله. اللي يهمني هنا حاجه اسمها ايديوباثيك سكليوزس، لان الايديوباثيك سكليوزس اللي هو ان انون كوز اللي هو مالوش اي سبب اللي هو انا مش عارف مالوش اي نوع من انواع الاسباب، ده غالبا 80% من حالات السكليوزس او الاستراكشر سكليوزس بتكون موجوده في الكاتيجوري ده. يبقى انا 80% من حالات الاستراكشر سكليوزس بتكون موجوده في الكاتيجوري ده اللي هو التجاري بتاع الايديوباثيك سكليوزس. الايديوباثيك سكليوزس ده ليه كلاسيفيكيشن وليه كاتيجوري، ليه كاتيجوريز، الكاتيجوريز بتاعتنا على حسب السن، يعني ممكن يكون انفانتايل، ممكن يكون جيفينايل، ممكن يكون ادرسنت. الانفانتايل ده بيكون لغايه سن 3 سنين نسبته بتبقى 1%، الجيفينايل بيكون نسبته من 10-15% بيكون موجود من 4 ل 10 سنين، الادرسنت وده الكومن اكتر واللي تقريبا 90% من معظم الحالات بتاعت الايديوباثيك سكليوزس بيكون موجود بيديفلوب من سن 11 ل 18 سنه، وده غالبا بيكون 90% من حالات الايديوباثيك سكليوزس. انا عايزكم تركزوا جدا في النقطه دي او في الصفحه دي، مهمه جدا بالنسبه لي. احنا اتكلمنا قلنا ان السكليوزس ده 3 دايمنشنال ممكن يحصل لي فيرتيبرال روتيشن. النقطه دي انا عايزين نركز عليها، هو ليه الجزء الكونفكس سايد بيبقى فيه بروميننس بوستيريور ليه؟ يعني لو جيت بصيت على العيان من ورا هنا زي ما انتم شايفين الصوره دي الاقي ان في بروميننس هنا في المنظر ده. ليه البروميننس هنا حصل؟ او العيان ده لما جيت لفت ووطت وعملت ادم فورورد تيست طلع هامب زي ما انتم شايفين كده عالي كده ناحيه الجزء الكونفكس. ليه المنظر ده حصل ناحيه الكونفكس مش ناحيه الكونكيف؟ لان الفيرتيبرال بودي زي ما انتم شايفينها كده اما بيحصل السكليوزس بتبتدي يحصل لها روتيشن بتبتدي توروتيت الفيرتيبرال بودي روتيت ناحيه الكونفكس سايد، والسباينس بروسيس تروح ناحيه الكونكيف سايد بالشكل ده، وبالتالي يبتدي يحصل لي الهامب بوستيريورلي. انا كده بدا يحصل لي روتيشن اهو، اما الروتيشن بدا يحصل بالاتجاه ده فقام اخد معاه الثوراسيك كيج بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، فبدا يحصل الهامب ورا ناحيه الكونفكس سايد. اما ناحيه الكونكيف ممكن يحصل الهامبنج ممكن يحصل انتيريورلي، اوكي؟ وبالتالي انا بقى يبقى الفيرتبرال بودي بدات يحصل لها روتيشن ناحيه الجزء الكونفكس، والسباينس بروسيس بيحصل لها روتيشن ناحيه الجزء الكونكيف. وبالتالي لما بدا الفيرتبرال بودي يحصل لها ناحيه الكونفكس بدا الريب كيج يروح ناحيه البوستيريور سايد او يرجع يبتدي يضغط ورا، وبالتالي لما العيان تيجي تبص عليه من ورا ويجي يعمل ادم فورورد تيست زي ما انتم شايفين يبتدي يحصل له حاجه اسمها ريب هام. الريب كيج نفسها او الريبس نفسها تبتدي تظهر بالمنظر ده، انحناء او اتب زي ما انتم شايفين او هامب زي ما احنا اتكلمنا عليه، اوكي؟ وده بيكون موجود بالشكل ده نتيجه ان الفيرتبرال حصل لها روتيشن، الفيرتبرال بودي حصل له روتيشن ناحيه ايه الجزء الكونفكس، وبالتالي حصل الانحناءه دي. وفي نفس الوقت كمان السباينس بروسيس حصلت لها روتيشن ناحيه الجزء الكونكيف، وممكن الاقي برضو ان في الابنورماليتيز دي حصلت لي او الهامبنج ده حصل قدام كمان، اوكي؟ يبقى ده لازم نركز عليها، ودي جزء كبير جدا من المحاضرات بتاعتنا هنبني عليها بشكل كبير جدا ايه التريتمنت. في حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا بقى، انا اكتشفت حاله جات لي من عنده 8 سنين، عنده 9 سنين، عنده 10 سنين.
حاله سكليوزس، الديفورميتي ما هيش كبيره، الكوب انجل بتاعته مش عاليه، في عندي ريسك فاكتورز ان ممكن يحصل بروجريشن. يعني هل معنى كده ان العيان ده ميجي يسالك يقول لك هو ممكن الكيرف ده يزيد اكتر من كده؟ تقول له اه طبعا عندي ريسك فاكتورز ممكن تخلي ان الكيرف ده يبقى هاير كيرف اكتر ويحصل له بروجريشن اكتر. ايه هما الريسك فاكتورز بالنسبه لي؟ اولا ان هو ممكن تكون فيميل، يعني الفيميل اكتر من ميل. يعني انا لو جالي حاله سكليوز حد صغير عنده ميل او فيميل، الفيميل نسبتها او ريسك فاكتور اعلى ان هي يجي لها كيرف بروجريشن. يعني كيرف يعني ايه هاير كيرف بروجريشن؟ يعني الكيرف يبتدي يعلى عن كده او يبتدي يبقى حجمه يزيد عن كده او الكوب انجل بتاعته تزيد اكتر من كده. الايدج من 10 ل 12 سنه، يعني معنى كده لو انا اكتشفت السكليوزس حد عنده 14، حد عنده 15، حد عنده 16، ده بيكون اخف وطأة بالنسبه لي، وببقى مش متوقع اكتر ان ممكن ان الديفورميتي دي تزيد عن كده. انما لو انا اكتشفته هو في السن بتاع 10 سنين، اه لا يبقى انا كده انا عارف ان السكليوزس ده هيزيد اكتر من كده، والديفورميتي والانجل دي هتزيد اكتر من كده. ده هيفرق معايا كتير جدا في التريتمنت، وده اللي هنعرفه مع بعض في المحاضره الجايه. الابسس اوف مينارش لو حصل تاخر في الموضوع ده. الدبل كيرف يعني لو انا جات لي الحاله وهو في سن صغير وجات لي حاله مثلا حرف اس، اعرف ان هي هتزيد. لو الكيرف سايز بتاعي في ديورنج البرزنتيشن اول لما جالي خالص لقيته زاد من 25 ديجري، اه لا اعرف ان ده الحاله دي هتوصل لكيرف اعلى من كده بكتير. انما لو كان الكيرف بتاع ديورنج البرزنتيشن اقل من 25، اه بالنسبه لي ممكن اه ده ممكن ان انا 10 12 16 15 وات ايفر، ده بالنسبه لي كده ممكن اقول ان دي حاله ممكن ما يحصلهاش بروجريشن بشكل كبير جدا. في حاجه اسمها ريزر ساين. ريزر ساين دي معناها دي عباره عن اداه للسكيليتال اماتيوريتي بالنسبه لي. يعني ايه اداه للسكيليتال اماتيوريتي؟ يعني انا في علماء اكتشفوا قالوا ان الريزر ساين ده عباره عن اندايركت ميجرمنت للسكيليتال اماتيوريتي. في ديجري للاوسيفيكيشن بتاعه الاليك اوفيسز، يعني الاليه من نفسها عشان يحصل لها فيوجن مع الاليك كريست، اوكي ليها ديجريز معينه على حسب الانسان لما يبتدي يحصل له بيبرت، يبتدي الانسان يبتدي يكبر في السن او يبتدي يعني من هو طفل او يبتدي يكبر. طب يعني ايه؟ يعني انا عندي الشكل بتاعنا ده اللي هو انتم شايفينه ده، ده ريز الساين بالنسبه لي في واحد وفي اثنين وفي ثلاثه وفي اربعه وفي خمسه. واحد دي بالنسبه لي لو جالي الواحد دي واحد دي خلاص بيكون تقريبا 25% حصل لها فيوجن، 25% حصل لها فيوجن. اثنين بيكون 50% حصل لها فيوجن. ثلاثة بيكون 75% حصل لها فيوجن. أربعة بيكون 100% حصل لها فيوجن. وخمسة بيكون كومبليت فيوزد خالص مع الإليا، خلاص كده بالنسبة لي الدنيا بقت فيوزد. طب يفرق معايا في إيه الكلام ده؟ يفرق معايا إن أنا لو جالي الحالة وعملت لها ريزر ساين وعملت لها إكس راي على الإليا أو على الإليا ولقيتها إن هي لسه واحد زيرو أو واحد، معنى كده إن البيشن ده ماتيور ولا إيماتيور؟ لا يبقى إيه بالنسبه للبيشن ده لسه اماتيور، يعني لسه الماتيورتي بتاعته لسه هيكبر ولسه هيكبر في السن ولسه البون بتاعه هيتطور ولسه هيكبر عن كده. بالتالي انا بالنسبه لي كل ما يكون الريزر ساين بتاعتي قليله كل ما يكون انا عارف ان انا ممكن يحصل بروجريشن للكيرف ده ازيد، لان البيشن ده لسه ما هواش ماتيور ولسه ما وصلش الماتيورتي اللي انا عايزها. اما بقى لو لقيت ان الحاله ديورنج البرزنتيشن لقيتها ان هي 3 او 4 او 5، يبقى كده هو خلاص قفل على كده، يبقى هو مش العظم ده مش هيكبر عن كده، هو وصل لنسبه الماتيوريتي بتاعته العاليه او وصل لنسبه ماتيوريتي كبيره جدا، اذا الكيرف مش المفروض ان هو هيكبر عن كده، مش متوقع له بروجريشن اسوء من كده. اما لو لقيت ان الريزر ساين بتاعته متاخره، يبقى ده حد متاخر في النمو بتاعه، يبقى اذا انا عارف ان البروجريشن بتاع الكيرف هيكون اعلى، بالتالي ممكن يكون العيان ده البروجريشن او السكليوز بتاعه يبتدي يكون ازيد من كده بكتير، يوصل لديجريز عاليه جدا، هضطر بعد كده ان انا اتصرف معاها بشكل اخر كسيرجري او وات ايفر. طيب ديرنج الاكزامينشن ابص على ايه؟ اهم حاجه عندي ابص على الشولدرز. الشولدر عندي لو هلاقي المنظر كده هلاقي ان في ان ايفن شولدر، هلاقي في شولدر اعلى من الثاني. الشولدر العالي ده هيكون في ناحيه الكونفكس سايد. ابص عليه كمان، ابص على الاسكابولا الاقي ان في بروميننت للاسكابولا، نتيجه ان الريبس نفسهم بيبتدوا يضغطوا على الاسكابولا من ورا، بدات الريب يبتدي يحصل لها بروميننس شويه. الريب بروميننس ده برضه هيكون على جزء من هو الايه، جزء كونكيف. الاقي ان في ان ايفن في الهيب نفسهم، الهيب نفسهم بداوا يبقوا مش على نفس المستوى، والهيب الاعلى هيكون ناحيه الايه، الاليفيشن بتاعه هيكون ناحيه الكونفيك. الكونكيف بقى العكس، يبقى اذا الشولدر هيكون ان ايفن وهيكون اليفيتد ناحيه الكونفيكس، البلفس هيكون ان ايفن وهيكون اليفيتد ناحيه الكونكيف. ادي المناطق بتاعتنا لما تيجي تبص على عيان ستاندنج اسسمنت. اول حاجه هتبص على الليفل بتاع الشولدر رقم واحد،
رقم اتنين هتبص على السكابولا، رقم ثلاثة لو ينفع ان انت بالاوبزرفيشن تبص على السباين نفسه، لو حد تقدر تبص عليه وتقدر تشوف ان هو الشكل السباين باين لك قدامك الى حد ما، السباين سبوت باين لك قدامك، ممكن ابص على الهيب اسيمتري، ممكن ابص على الويست اسيمتري، دول كلهم ممكن اشوفهم، او اعمل حاجه اسمها فورورد ديبندنج اسسمنت ولسه هنتكلم عنها، وابتدي اشوف الهامبنج اللي هيحصل سواء عند الثراسك او الهامبنج اللي هيحصل سواء عند اللمبر، واشوف هل في هامبنج ولا ما فيش. الهامبنج ده معناه ان في روتيشن في الفيرتبري زي ما احنا اتفقنا، وان الثراسك كيج او الريبس بدات تضغط وبدات تظهر ناحيه الجزء الكونفكس سايد. طيب من ضمن الميثودز بتاعت الاسسمنت حاجه اسمها كوب انجل، كنا اتكلمنا عليها في كيفوزس، وقلنا ان الكوب انجل دي استخدمت اساسا عشان تشوف السكليوزس، وكمان استخدمناها في الكيفوزس. كوب انجل زي ما احنا بنقول بنشوف اكتر فيرتبري بدايه الديفورميتي حاصله فين، وليكن هنا عند تي 3، واشوف عند السوبيريور اند بليت واخد خط كده اهو اوكي، واجي عند نهايه الكيرف عند سي مثلا هنا عند تي 7 بالمنظر قدامنا هنا، واخد خط من عند هنا من الـ من الـ من الـ من الـ من بالشكل اللي قدامنا ده من عند الانفيريور اند بليت اوكي. الخطين دول مش هخليهم يقابلوا بعض، لان هاخد خط فيرتيكال على ده وخط فيرتيكال على ده، الاثنين يتقابلوا مع بعض يعملوا لي كوب انجل. النورمال المفروض بالنسبه للسكيلوزس ان تبقى الانجل تبقى ايه؟ زيرو، ما يبقاش في انجل اصلا. اما بقى بالنسبه لي بالنسبه للسكيلوزس الانجلز بالنسبه لي تقريبا هتتراوح ما بين 10 ممكن توصل لغايه 100 درجه، وزي ما انتم شايفين المنظر قدامنا هنا، انا جايب لك منظر اشعه اهو، حد واصل الكوب انجل بتاعته ل 118 دي اوكي، وده حد عنده 10 ديجري، بص الفرق كبير ما بينهم قد ايه. يبقى اذا ممكن الكوب انجل توصل بالنسبه لي دي اسسمنت كويس جدا. ايه تاني الاسسمنت بالنسبه لي؟ حاجه اسمها ادم فورورد بيندنج تيست، واتكلمنا عليه كتير جدا في المحاضره دي، واحنا النهارده بنتكلم عليه. مهم قوي في الادم فورورد تيست بالنسبه لي ان انت تفرق ما بين الاستراكشر اسكليوزس والنون استراكشر اسكليوزس. يعني ايه؟ احنا اتكلمنا في الاول ان النون استراكشر اسكليوزس او الديناميك اسكليوزس او الفانكشن اسكليوزس ده بنقول عليه ريفرسبل، اقدر ان اعمله كوركشن. يعني لو انا عيان ببص عليه من ورا كده لقيت ان في ان ايفن شولدر، لقيت ان في بروميننت للسكابولا، فقلت ان ده عيان عنده سكليوزس، لو خليته يوطي ويعمل فورورد تيست غالبا المنظر بتاع الهامبنج ده او المنظر بتاع البروميننت ده هيبتدي يختفي، ده معناه ان هو فانكشنال اوكي. اما لو الشكل بتاعنا ده بتاع الهامبنج ده ما اختفاش، يبقى انا كده معنى كده ان هو ده ايه؟ استراكشرال سكليوزس اوكي. يبقى اذا العيان ده وهو نايم هو واقف سباين كده، ممكن يكون واقف مش مظبط نفسه، ممكن يكون مش قادر يظبط نفسه بشكل او باخر، فعمل لك الشكل بتاع السكليوز وعمل لك شكل الهامبنج الى حد ما. عشان افرق ما بين الاستراكشرال والفانكشنال سكليوزس او معامل في ادم فورورد تيست، يعني اخلي العين يعمل فورورد ديبندنج قدام، وبالتالي ابص على شكل البروميننس اللي حصلت او شكل الهامبنج اللي انا شايفه قدامي باي اوبزرفيشن، لو لقيته اختفى يبقى ده عيان فانكشنال سكليوزس، اما لو لقيت الهامبنج زي ما هو ما اختفاش يبقى ده عيان ايرفرسبل، يبقى ده عيان استراكشرال سكليوزس. في حاجه ثانيه عندي اسمها سكوليوميتر، الكيلوميتر ده ان كيلوميتر ده بستخدمه عشان اشوف الفيرتبرال روتيشن او الترانك روتيشن اللي حصلت قد ايه. المفروض ان انا بحطه عند ثلاث مناطق، عند الابر سوركس وعند الميدل سوركس وعند السوراكولامبر اريا. الابر سوركس عند تي 3 وتي 4، الميدل سوركس عند تي 5 لتي 12، وتي امن والسوراكولامبر من عند تي 12 لغايه ال 1 او ال 2 ال 3، وابتدي اخد القياس بتاعي وابتدي اشوف العيان بتاعي ده الروتيشن بتاعه قد ايه. المفروض تكون بالنسبه لي زيرو، لو في اي ديجري اكتر من ثانيه يبقى في عندي اسيمتري، وبالتالي يبقى في عندي فيرتيبلر روتيشن فعلا، ودي طرق من طرق الاسسمنت بالنسبه لنا، وهتبقى طرق كمان من طرق الاسسمنت او البروجريشن بالنسبه لك. هل انا وانا بعالج العيان ده عايز اعرف العيان ده اتحسن ولا ما اتحسنش، او ممكن ان انا بعد كده عملت سكوليوميتر فلقيتها مثلا 10 ديجري وبعد كده لقيتها بقت 5 او لقيتها بقت 6 او لقيتها بقت 4، يبقى اذا العيان ده بيتحسن، يبقى اذا الفيرتيبلر روتيشن بدا يقل، يبقى اذا انا بدات انجح في التريتمنت. قلنا من ضمن الاسباب بتاعه، لو انتم فاكرين من ضمن الاسباب بتاعه الديناميك سكليوزس او الفانكشنال سكليوزس كان الايه؟ ليج لينث ديسكريبنسي. انا عايز اشوف اذا كان فعلا يعني اللي عندي عنده ليج لينث ديسكريبنسي ولا لا، وبالتالي بقدر ان انا اشوف من عند الميديال ماليولس اقيس، ومن عند اللاترال ماليولس اقيس، من عند الانتيريور سيبيريولك سباين وابتدي اقيس واشوف هل فعلا في ترو ليج لينث ديسكريبنسي ولا ما، ولا الليج لينث ديسكريبنسي ده مش ترو، وبالتالي اقدر اقيس واشوف فعلا الفرق وابتدي اشتغل على الكلام ده. هنشوف الكلام ده في التريتمنت هيفيدنا ولا مش هيفيدنا بعد كده في المحاضره الجايه ان شاء الله.
الصورتين دول بيوضحوا لي ان ده عيان عنده سياتيك سكليوزس. لو تاخد بالك السكليوزس حصل في اللمبر اريا مش حصل في الثوراسيك، يبقى ده غالبا بنقول عليه سياتيك سكليوزس. وما عنديش فيرتيبال روتيشن، ده ممكن اقدر اقول ان هو عيان ممكن يكون فانكشنال، ممكن يكون نتيجه سياتيكا، ممكن يكون نتيجه اي حاجه. المهم ان العيان ده ما حصلليش روتيشن. اما العيان ده حصل في المنطقه بتاعه الثوراسيك سباين وبدا يحصل روتيشن لو بصينا عند الثوراسيك او السباين بتاعه الفيرتيبري نفسها، هنلاقي ان بدات تحصل لها روتيشن، بدا يحصل روتيشن في كذا فيرتيبري هنا في المنطقه دي، وبالتالي العيان ده نقدر نقول عليه ان هو استراكشرال سكليوزس. اقدر اقول عليه كمان ان هو ادوليسنت سكليوزس اللي هو الايديوباثيك سكليوزس، لان الاشعه دي بتاعت حد عنده 14 سنه، بنت عندها 14 سنه، فاقدر ان انا احطها في الكاتيجوري بتاع ان هي ادوليسنت ايديوباثيك سكليوزس، وبيكون عندي ماركت فيرتيبرال ايه روتيشن مع اللاترال كيفيتشر اللي موجود. طيب زي ما احنا اتفقنا في كل المحاضرات بتاعتنا، اي ديفورميتي ليها كونسيكونسز. الكونسيكونسز نفسها بتاعتنا الاثار المترتبه اللي هتحصل على السكليوزس بوشر، طبعا رقم واحد بالنسبه لنا البين. البين ده ممكن يكون مين سيمبتومز، ممكن العين يجي من غير بين، ممكن يقول لك انا عندي سكليوز بقالي فتره بس ما عنديش بين، او ممكن هو بيتعالج فعلا تلاقيه يقول لك ما عنديش بين، هو اهله بس مكتشفينه وشايفين شكل بس ان هو منظره ما هوش مظبوط، او وقفته ما هوش مظبوطه، او عادته ما هوش مظبوطه، ما عندوش بين. انما ممكن يكون عندي بين. السباينال نيرف نفسها لما دام انا عندي بقى لاترال فيتشر ناحيه اكتر من الثانيه، ممكن ان انا يبتدي يحصل ضغط على السباين نيرف وهي خارجه من الفيرتيبرال كانال، وبالتالي ممكن يحصل لي نمس او اي نيورولوجيكال مانيفيستيشن. الانترنال اورجنز اللي موجوده خاصه الكاردوبالمونري بروبلمز ممكن هتكون عاليه جدا، لان بدات السبيسز نفسها دي في الجزء الكونكيف اكتر من الجزء الكونفكس، وبالتالي ممكن العيان ده يبتدي يتاثر او الانترنال اورجنز بتاعته تبتدي تتاثر، او ممكن يحصل له كاردوبالمونري بروبلمز كبيره جدا في السيفير كيسز. طبعا المصل امبالانس والمصل فاتيك طبعا غالبا هتكون موجوده معايا. ممكن مع الوقت طبعا مع الضغط اللي هيبقى على جنب اكتر من جنب هيبتدي يحصل لي سبوندلوزس اللي هو الانترفيرتيبرال ديسك يحصل لها ديجنريشن، او الفاس جوينت يبتدي يحصل لها برضو ديجنريشن، وبالتالي العين ده يخش لي في مشاكل بتاعه سبوندلوزس بشكل عام، وادخل في مشاكل انا في غنى عنها ده لو ما اتعالجش بشكل سليم جدا. الجدول اللي احنا بنتكلم عليه ده الاخير، ده اخر حاجه عندنا في المحاضره بتاعتنا. انا هنا بشرح لك بقول لك ان لو انا عندي حاله اس شيب سكليوز بوشر وسميتها وقلت لك ان اسمها رايت ثوراسيك كيرف كومبايند ويز ليفت، يعني حصل لها كومبنسيشن مع السيرفايكال واللمبر فبقت ليفت سيرفايكال وليفت لمبر كيرف، يعني كده سميت رايت ثوراسيك كيرف. معنى كده ان انا سميت رايت ثوراسيك كيرف يبقى انا الجزء الكونفكس في في الثوراسيك هيبقى الجزء الكونفكس رايت ولا ليفت؟ يكون رايت. اما في السيرفايكال واللمبر الجزء الكونفكس هيكون رايت ولا ليفت؟ هيكون ليفت. وبالتالي زي ما احنا اتفقنا قلنا الجزء الكونفكس المسلز اللي بتبقى عليه انترنسك مسلز بتبقى لينسنج ولا بتبقى شورتنج؟ بتبقى لينسنج. والجزء الكونكيف بتكون شورتنج. فلو جينا مصينا على الشورتنج مسل واللينسد مسل بالنسبه لنا، لو انا جيت قلت لك ان عيان عنده رايت ثوراسيك كيرف كومبايند ويز ليفت سيرفايكال اند لامبر كيرف، لو جيت بصيت هنا يبقى انا قلت لك ان الكونكيف سايد الشورتنج مسل بتبقى في الكونكيف سايد واللينسد مسل بتبقى في الجزء الكونفكس. لو جينا بصينا على النيك ماسلز اللي هم السيرفايكال، مين هم جزء الكونفكس ومين جزء مين هم جزء الكونكيف؟ من خلال اسمه، بدل ما انا قلت لك ان هو اسمه ليفت سيرفايكال يبقى الجزء الكونفكس هيكون في الليفت سايد، يبقى اذا الماسلز اللي لسه ده هتبقى ليفت سكليناي ماسل، الليفت ابر ترابيزس، ليفت الفيترو سكابولا، ليفت سيرفايكال ليفت سباينال ماسل، والعكس بتبقى الرايت سكليناي، هم دول الجزء الشورتنينج. لو جيت عند الثوراسيك عاكس بقى، لان انا الثوراسيك قلت ان انا عندي رايت ثوراسيك كيرف، فالرايت ثوراسيك كيرف بالنسبه لي الجزء الكونفكس بالنسبه له هو الجزء الرايت، يبقى اذا المسلز اللي هتبقى اللينس ده هتبقى هي الرايت انتركوستاليس، رايت ثوراسيك ريترو سباينال ماسل، رايت سايد ابدومينال ماسلز. ونعكس برضو في الناحيه الثانيه ان الجزء الليفت هو ده اللي هيبقى الشورتنينج. اللمبر هنقوم عاكسين، لان انا جيت لما جيت اتكلمت لك على اللمبر كيرف قلت لك ان اللمبر كيرف ليفت ولا رايت؟ لكن هو ليفت. معنى ان هو ليفت يبقى الجزء ده الكونفكس سايد بتاعه هو الليفت، ما دام الجزء الكونفكس سايد بتاعه الليفت يبقى اللينسد ماسلز هي اللي هتبقى الليفت، وبالتالي الليفت كوادريتس لامبورم والليفت لامبر ريكتو سباينال ماسلز هم دول اللي هيبقوا شورتند، هم دول اللي هيبقوا لينسد سوري، والجزء الشورتند هيبقى الرايت كوادريتس لامبورم والرايت لامبر
اريكتو سباينال ماسلز. دي نهايه المحاضره الاولانيه. ان شاء الله باذن الله هنحدد مع بعض ميعاد نعمل فيه ميتنج على التنسيق مع زمايلكم. ممكن نبتدي لو اي حد مش فاهم اي حاجه في المحاضره الاولانيه نبتدي نتكلم مع بعض ونشرحها تاني. واشوفكم ان شاء الله في المحاضره الجايه باذن الله.